السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا منتج وهو الـ RGB LED سيلفي، يعني هذا الإضاءة من أجل الجوال، تحطها على كاميرا الجوال تعطيك إضاءات بعدة ألوان مختلفة. طبعا تحقق 45 ليرة تركية، تنباع بالمحلات التركية اللي تبيع اكسسوارات الجوالات أو عن طريق تطبيق ترينديو، لحقها 59 ليرة حسب يعني. طبعا راح نجرب المنتج ونعطيكم رأينا به، هل هو يعني جيد أو لا، يعني هل يستحق الشراء أو لا. تابع مع الفيديو للنهاية. حاليا بعد ما فتحنا العلبة يطلع بها ورقة تبع طريقة الاستعمال، هو وصلت USB عشان الشحن، وهاي هي الحلقة تجي. تمام، طريقة العمل تبع الحلقة سهلة جدا، هي تقدر تشغلها من هنا بالضغط على الكبسة هاي، انتم شايفين اعطتنا لون أبيض، تقوم بالضغط تعطيك لون أحمر، تضغط تعطيك عدة ألوان وخيارات. طبعا تقريبا أكثر من 10 خيارات أو 15 خيار عندك أنت في المشايفين، تختار أنت اللون اللي يناسبك والشيء اللي بدك إياه أنت. راح نتعلم طريقة تركيبها وراح نشوف قبل التصوير وبعد، ونعطيكم رأينا بها النهائي إن شاء الله. طبعا طريقة التركيب سهلة جدا، هي بس شايفين هاي من هون لورا مثل اللقاط عم تجي او الملقاط، بس تركبها بهذا الشكل راح تكون هي على الجوال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. طبعا هاي التصوير قبل تشغيل الاضاءة تبع ال RGB LED، راح نقوم بتشغيل الاضاءة ونشوف التصوير كيف راح يصير. مثل ما شايفين يعني اعطى الجوال إضاءة أفضل وصار التصوير راح يطلع بجودة أفضل من دون إضاءة. طبعا ما لكم سعر 45 ليرة وتنحط على الكاميرا تبع الجوال، وما يلزم مثلا أنت بأي مكان تروح عليه تقدر تساوي بث مباشر وتفتح أو تصور الفيديو. المشايفين تختار أنت عدة اللون اللي يناسبك ومن دون أي مشاكل. طبعا منتج جميل جدا ويستحق الشراء أنا برأيي الشخصي. طبعا إذا ما كان عندك القدرة الشراء على ال RGB LED الكبير هذا اللي يجي حقه اسعار مختلفه، تجي ب 125 200، وايضا هذا يفيدك انت يعني وين ما تروح تقدر تاخذه. هاي الميزه الحلوه في هذا المنتج، لذلك تقدر تشتريه من اي مكان، وراح اخلي لك اسمه في وصف الفيديو، اسم المنتج بالضبط، وسعره 45 ليره بالمحلات، اما في بعض التطبيقات قام ينباع ب تقريبا 50 60 ليره حسب كل تطبيق. وإذا عندك أي سؤال أو استفسار حط لي بالتعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.